دعوة كريمة من الأستاذ محمد فريد خميس. جيت زيارة في الجامعة البريطانية، والحقيقة يعني نظم لي اجتماع طبعا برئاسة الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة وكل أعضاء هيئة التدريس. ليه أستاذ محمد فريد خميس يعني صمم أن وزيرة الهجرة تكون موجودة وتزور هذه الجامعة؟ لأنه الحقيقة كان يعني مؤمن تماماً بقوة المصريين في الخارج، وبأن إحنا لابد من تطوير وسائل التواصل مع المصريين في الخارج. وأنا كنت سعيدة جداً لهذه الدعوة الكريمة منه، وعدنا في اجتماع مطول نتكلم عن الأساليب التكنولوجية الحديثة للتواصل مع المصريين في الخارج، وأيضاً كان في من أعضاء هيئة التدريس من كلية الإعلام، وخلاني أزور كلية الإعلام واتفقنا زي إن إحنا نشتغل مع بعض عشان نطور هذه الوسائل. أنا كان معجب جداً بالمبادرة اللي كلمتوا عليها، مبادرة تكلم مصر، إنه لابد إنه ننمي شعور الولاء والانتماء والهوية لدى أبناء الجيل الثاني والثالث، واتفقنا إنه ستقوم لجنة مشكلة من وزارة الهجرة وأيضاً من الجامعة البريطانية عشان نطور مبادرة تكلم مصر. بعد كلام عن الشغل وبعد لما زرت الجامعة البريطانية كان في ايضا لقاء على الغداء، كنت قاعده جنبه وقال لي انا في هديه يعني بحضرها لك. فانا قلت له انا لسه واخده يعني درع الجامعه، في ايه هدايا تاني؟ فجاب لي السياده الجميله من المسجون الشرقيون وعليها صوره العائله المقدسه، عايز وثق دخول العائله المقدسه الى مصر. الوان جميله وسجاده جميله جدا محتفظه بيها في بيتي. وقال لي انا هديكي حاجه ثانيه. قلت له ده انا جايه النهارده مش هشتغل، انا جايه يعني الم هدايا. فاداني السيره الذاتيه للقديسه دنيانا بلغات الانجليزيه والفرنسيه. وانا قلت له يعني ازاي يعني بتديني السيره الذاتيه للقديسه دنيانا؟ قال لي انا الحقيقه رممت الكنيسة الأثرية لدير القديسة دميانة بالقاس. قلت له لا، هو يعني يا أستاذ محمد أنت شغال في إنشاء معاهد أزهرية في القرى المحتاجة والأكثر فقرا، وشغال أيضا في ترميم كنائس. فضحك وقال لي أصل أنا مصري. لما قال لي أنا مصري فيقنت إن أنا قدام قامة كبيرة جدا وطنية ومتواضعة وخيرة، إنسان بمعنى الكلمة فعلا هو فريد.